السلام عليكم حبيبتي الغاليات، متتبعاتي الوفيات. فيديو جديد، كراكو دايرين؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. في هذا الفيديو بغيت نشارككم حلوه بسيطه، حلوه ديال دوزاتاي هكا تصوبيها مع القهوه، حلوه ديال الكوك، العشاق الكوك. فنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هذه الحلوه كتجي معمره من الداخل. المهم غادي تشوفوا طريقه سهله مهله. قبل ما نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، دركي ديروا لي واحد جيم باش نعرف ان هذا الفيديو عجبكم. كنفرح بزاف بلي جيم ديالكم وللتعليق ديالكم، وشكرا بزاف لكم. يلاه ما نكثرش عليكم، نمشيو نشوفوا المقادير. بسم الله على بركه الله. فهنايا كتجيبوا القصعه ديالكم او اي اناء اللي تخدموا فيه. غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده، ربعه ديال الزبده ما يعادل 250 غرام، اما مارغارين اما ديال البواطا. كل وحده باش كتخدم كنستعمل تاع لا بواط. زدت عليها كيس ديال الفانيليا، وغادي نضيف عليها كاس نتاع سكر كلاسي او سكر بودره ما يعادل 120 غرام. غادي نضيف واحد الرشه خفيفه ديال الملح، وبالنسبه ليا غادي نزيد نضيف القشره ديال حامضه. كنشدها كحامضه وكنحكها في الحكاكه الرقيقه، غير القشره ديك الصفراء ديالها. كيعجبني لوغو ديال لو سيترون، وكذلك السيترون كيتواتى مع جوز الهند. ممكن تكتفيو غير بالفانيليا. صافي غادي ندمج هاد المكونات، كنخدم مزيان هذيك الزبده مع السكر حتى كيذوبوا تماما، ونحصلوا على اون بوماد. كتخدموها مزيان مزيان بهذا الشكل. هذا هنا غادي البنات نضيف عليها جوج بيضات كاملين، جوج حبات بيض كاملين، ونخلط عاود كامل المكونات بهذا الشكل. نخدموهم مزيان. غادي نضيف عليهم كاس نتاع النشا او لا مايزينا ما يعادل 100 غرام، وواحد نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه، يعني نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي نبدي نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق دائما كنعبر لكم، غادي تحتاجوا نص كيلو يعني ما يعادل 500 غرام، ولا خمسه ديال الكيسان ديال الشاي كتعبروا. واخا البنات عطيتكم الميزان قلت لكم 500 غرام، ما تشدوهاش تخويوها في مره واحده، شويه بشويه تدريجيا حتى كتجمعوا العجينه ديالكم. والعجينه اكيد خصها تكون طريه، اي حلوه البنات العجينه خصها تكون طريه، الا قصحتوا الحلوه ما تجيكمش زوينه وتجيكم قاسحه. صافي غادي نستمر هكا الحبيبات، وديما الفرينه ديالكم غربلوها. نستمر هكا نضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه، وانا كنجمع لاباط ديالي. طريقه سهله كما شفتوا، حتى المكونات يعني بساط، حتى كتجمعوا لاباط ديالكم. باقي لي نجمع غير دوك الزوائد نتاع الجوانب، دائما غير رشه خفيفه هكا باش تجمعوا الزوائد باش ما يغلبكمش الدقيق وتمشيو تقصحوها بهذه الطريقه. صافي البنات ملي كتجمعوها، حنا دركي الفكره انني غادي نعمرها من الداخل. غادي تشوفوا معايا حشوه بسيطه وكتجي لذيذه في نفس الوقت. فالعجينه ديالي كما راكم تشوفوا جمعتها، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها على جنب ترتاح. نوريكم الحشوه اللي غادي نستعمل. بالنسبه للحشوه غادي نستعمل ديال الكوك. غادي ناخذ زلافه فيها كميه ديال جوز الهند او الكوك، وغادي نعجنه بالمربى. انا استعملت مربى المشمش، تقدروا ديروا مربى الفراوله. فهنايا كتجمعوا بحال اللي غادي تشكلوا شي عجينه، يعني كتعجنوا داك الكوك بلا كونفيتور حتى كيولي طري، وانكم تقدروا يعني تحكموا فيه وتشكلوه كيف بغيتوا. شوفوا معايا بهذا الشكل هذا، شفتوا؟ صافي كتبقاو ديروا شويه بشويه، حتى الا ما قدكمش كتزيدوا شويه، راه دغيا دغيا. دركي غادي نبداو نشكلوا الحلوه ديالنا. غادي نشكلوها بحال اللي كنصاوبوا المقروط، كتشدوا كميه من العجين وكتحربلوها بهذه الطريقه، هذه على شكل بودان هكا على هذه الطريقه، وكديروا فيها فتحه في الوسط بهذا الشكل. وهنا كتبداو تاخذوا هذاك الخليط اللي صاوبنا نتاع الكوك والمربى، وكتعمروا الوسط ديال الحلوه بهذه الطريقه هذه، حتى كتعمروا كامل بهذا الشكل هذا. طريقه سهله وكتعطينا نتيجه زوينه. صافي ملي عمرته غادي نبدي نبلع العجينه. تبلع لكم بكل سهوله البنات، بدي نبلعوها وجاية كتضغطوا مزيان بهذه الطريقه. اكيد كل امراه كتعرف الطريقه ديال المقروط.
طريقه معروفه صافي. غادي نستمر هكا نضغط عليهم مزيان، عاد غادي نولي نحربل هذا البودان هذا باش كلشي كيلصق مع بعضياته بهذا الشكل. بها كنحربلو بها بحال اللي حنا كنجبدو في العجينه، كنزيدو كنطولوها. نتوما انا درتهم شويه كبار كما شفتوا في اول فيديو، تقدروا تصغروا يعني تزيدوا ترقوا هذا البودان، تقوا معاه حتى كترقوه باش يجيوكم مقروطات صغيورين. فهكا كنقاده مزيان، بها كنقاده وبها كنزيد كنجبد كما راكم تشوفوا، وكتضغطوا شويه من الفوق بحال اللي كتقرصوه بهذا الشكل هذا. هنا كتاخذوا سكين ولا كومبات بحال هكا وكتبديو كتقطعوا المقروطات ديالكم بهذا الشكل هذا. كتوجدوا الصينيه ديال الفرن، اما تدهنوها دهنه خفيفه اما من الاحسن ديروا لها ورق الزبده، وكتحطيو المقروطات ديالكم عادي وحده حده وحده هكا، تخليو شويه ديال السباس بيناتهم تتكملوا كامل. غادي نكمل كامل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه صافي. غادي ندخلهم للفران اللي يكون سخون على نار متوسطه حتى يتحمروا مزيان من الاسفل، نشعلوا لهم شويه من الفوق ديالهم ولكن ما نخليهمش حتى يتحمروا، غادي يبقى اللون ديالهم ابيض يعني غير شويه، وغادي نحيدوهم وصافي. درك نمشيو من لي طابو البنات كيجيو بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجوا كذلك المربى المشمش ونحتاجوا الكوك، فكنشدوا الحلوه كندهنوا لها الوجه ديالها والجوانب بالمربى. بغيتوا تحشيوها كامل في المربى حتى من الاسفل ممكن، ولكن انا كتجيني هاد الطريقه اسهل، كناخذ الشيته وهاد الطريقه ما تاخذ لكمش حتى كميه كبيره ديال لا كونفيتير. فكناخذ الشيته كندهن الجوانب والحلوه من الفوق، ومن بعد كندوزها في جوز الهند عاوتاني وكنحطها هي جاهزه. وديما واحد اليد تخدم لا كونفيتير واحد اليد تخدم المربى باش تكون هكا خدمتكم نقيه وما ترونوش. صافي الحبيبات غادي نستمر هكا نكمل كاع الحلوه اللي عندي بنفس الطريقه، يعني تقريبا ندير لكم ديك 60 حبه يعني تعطيكم كميه مزيانه وكتجي لذيذه البنات. بعدا اللي يجيبهم الكوك كتجي رائعه، يعني كيكون الكوك من برا وحتى في الداخل ديك الحشوه كتلقاوها، يعني الحلوه ما كتجيش يعني ناشفه. فان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. الى عجبتكم البنات كما دائما كنقول لكم كما ما نبخلش عليكم ونشارك معكم الوصفات اللي كندير في الدار ديالي، تنتوما ما تبخلوش عليا، حطوا واحد لايك وكذلك خليو لي شي كلمه زوينه كلمه طيبه. كذلك بارطاجيو الفيديو، عرفوني على العائله ديالكم، عرفوهم عليا باش هكا تكبر العائله ديالنا. الفيديو ديالنا سهل هنا يا حبيباتي، نتلاقاو في الوصفه القادمه والفيديو القادم ان شاء الله، ودائما مع شي وصفة. اي واحد النقطه ممكن الا بغيتو تزيدوا لها خطوط نتاع الشوكولا من الفوق ولا شي حاجه، كيبقى داكشي اختياري بالنسبه لكم. انا خليتها كسامبل فتعمرها في لابواط ديالكم وما تزيد تثبات تزيد ترطب.